السلام عليكم. انا كده ما شاء الله عن الليفر سيل فيلير. الليفر سيل فيلير معناها ايه؟ كرونيك هارت ديزيز، يعني في مرض معين، ايتيولوجي معين، سبب معين عمال يدمر في الليفر لمده اكتر من 6 شهور، تمام؟ بنسميه الليفر سيل فيلير، ماشي؟ طيب الايتيولوجي بتاعه ايه؟ الليفر سيروزز، وهنقول الانواع، وهنقول فيديو بتفصيل ان شاء الله عن السيروز، انواع السيروز كتير قوي هنقولها بعد كده. يبقى لما نيجي نقول الايتيولوجي بتاع الكرونيك هارت ديزيز هنقول الليفر سيروزز، ونقول انيوميريشن، نقول بس ايه؟ انيوميريت الاسباب بتاعت الليفر سيروزز، تمام؟ طيب هيباتيك مالينسي اللي هو اتش اس سي، تمام؟ في عندك الكرونيك اكتيف هيباتيتس، وممكن نقول كمان اوبستراكتيف جوندس، اوبستراكتيف جوندس، وممكن نقول حاجات فيزيكال، حاجات فيزيكال زي مين؟ زي البيرن، زي الهايبر ثيرميا، والحاجات دي البيرن والهايبر ثيرميا، او لو في انفكشن معين، تمام؟ يبقى اذا السيروزس مالينسي واكتيف هيباتيتس وانفكشن والبيرن والهايبر ثيرميا والاوبستراكتيف جوندس، ماشي؟ لما اجي اقول المانيفستيشن بتاعه، المانيفستيشن بتاع الكرونيك ليفر فيلير هو مش خاص بالليفر بس، مش عشان احنا بنقول كرونيك ليفر فيلير يبقى هو موجود في الليفر بس، لا، بيأثر في كل حاجه، بيأثر في كل السيستم. لو خدنا كده من اول السي ان اس، بيأثر على السي ان اس، بيأثر على الكارديو، بيأثر على السبيراتوري، على الجي اي تي، على الكيدني، على كل حته، تمام؟ طب لو أثر على السي ان اس بنسميه هيباتيك انكيفالوباثي، هيباتيك ايه؟ انكيفالوباثي، تمام؟ طيب عايز اعرف هو عباره عن ايه؟ هو عباره، عايز اعرف الديفينيشن، الميكانيزم، الايكولوجي بتاعه، الكيميكال بيكتشر، عايز اعرف الجريدنج بتاعته، والانفستيجيشن، والتريتمنت. اول حاجه الديفينيشن عباره عن ايه؟ نيوروسايكاتريك مانيفستيشن، حاجات يعني مانيفستيشن بتظهر على مستوى السي ان اس في مرضى الليفر سيفيلير. يبقى اذا الليفر سيفيلير بيأثر على البرين ويعمل حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوباثي، تمام؟ بيعمل نيوروسايكاتريك مانيفستيشن بنسميه هيباتيك انكيفالوباثي. الميكانيزم يا اما يكون الليفر بايظ، يا اما يكون حصل باي باس، يعني ايه؟ انا عندي الليفر، تمام؟ وادي عندي الجي اي تي، ماشي؟ من المختلف هنا حاجه اسمها البورتال سيركوليشن، زي بورتال فين كده. البورتال فين بياخد التوكسنز من الجي اي تي. الاكل بتاعنا مليان بلاوي، مليان فحم كتير، في بكتيريا، في كل حاجه، تمام؟ بتطلع التوكسن، التوكسن دي لازم توصل عن طريق البورتال سيركوليشن، تروح على الليفر، تتنقى، تتنضف. التوكسين دي يحصل لها دي توكسيكيشن، بحيث بعد كده ما تروح على الانفيرو بنكابه، على القلب، بعد كده على القلب عن طريق الرايت سايد، تكون ايه؟ تكون سليمه ونظيفه، تمام؟ بحيث القلب مش بينظف، القلب ايه؟ القلب عباره عن موتور، القلب هياخد الدم زي ما هو كده، يروح يوديه للنج، واللنج توديه زي ما هو كده، تاخد منه السي او 2 وتبعته للليفر سايد، والليفر سايد يضخه لجميع اجزاء الجسم. فبالتالي لو الدم ده مش نظيف، لو في توكسين ما اتنضفتش، طب ايه اللي مش هينضف؟ ايه اللي مش عارف، ايه اللي مش هيعمل لها ديتوكسيفيكيشن؟ اصل الليفر بايظ، الليفر بايظ مش عارف ينظف، مش عارف يعمل ديتوكسيفيكيشن، تمام؟ فالتوكسينز دي الدم هيمشي للخير بتاعه بكل حاجه فيه، تمام؟ يوصل للرايت سايد، ثم اللنج، ثم الليفر سايد، ثم لجميع اجزاء الجسم، فالتوكسين تنتشر في كل اجزاء الجسم. او ممكن حاجه ثانيه، حاجه اسمها البورتو سيستميك شنط، في وصله، في معديه، معديه كده ايه ما بين البورتال وما بين السيستميك. قال لك انا ماليش دعوه بالليفر خالص، انا ماليش دعوه بالليفر خالص، انا هعدي مع الحاج التوكسين كده، هيعدي من البورتال لحد السيستميك سيركوليشن، يوصل للانفيرو كده، يوصل للرايت سايد من غير ما يعدي على الليفر اصلا، تمام؟ فلنتخيل كده ان الليفر مش مظبوط. هو لا، اولا الليفر بايظ، بس فلنتخيل ان الليفر مش مظبوط، في مشكله يعني، او يعني الليفر سليم، يعني الليفر سليم، ولكن في معديه جدا، التوكسين ما عداش على الليفر، باي باس الليفر، تحصل حاله بالهاليزيس مثلا، بالهاليزيس تعمل بورتو هايبرتنشن، بتعمل بورتو سيستميك شونت، البورتو سيستميك شونت تفتح كولاترال ما بين البورتال فين وما بين السيستميك سيركوليشن. المهم يا اما يكون الليفر بايظ، مش بيكسر او مش بينظف التوكسين دي، يا اما في معديه فوق الليفر كده بنسميها بورتو سيستميك شونت، ماشي؟ عايز اعرف الميكانيزم بتاعه، هو امنون ميكانيزم، بس بيقول لك التوكسين دي، التوكسين اللي هتوصل دي سواء وصلت لان الليفر بايظ مش بينظفها، مش بيعملها ديتوكسيفيكيشن، او سواء بس وصل بالمعديه اللي هي بورتو سيستمك شنط، المهم ان التوكسين هتوصل للايه؟ التوكسين هتوصل للجسم، تمام؟ لو وصلت للبرين هتعمل ايه؟ هتعمل هيباتيك انكيفالوباثي. طب ليه؟ قال لك في ثيورز كتيره، في ثيورز كتيره. اولا حاجه اسمها الامونيا، من المعروف ان البروتين بتاعنا بيتكسر، احنا قلنا من ضمن وظائف، من ضمن وظائف البروتين، من ضمن وظائف الليفر ان هو بياخد البرودكت بتاعت البروتين دي ويتعامل معاه. ازاي يعني؟ البروتين لما بيتكسر بيطلع امونيا، الامونيا دي ماده توكسيك لازم اتخلص منها، بيتحول لحاجه اسمها اليوريا. الليفر كان بيحول الامونيا ليوريا، واليوريا تنزل بعد كده في اليورين، تمام؟ عن طريق الكدني، تمام؟ دلوقتي الليفر مش عارف يحول امونيا ليوريا، فايه اللي بيحصل؟ الامونيا تعلى، الامونيا تعلى، ايه المشكله يعني؟ ايه مشكله من الامونيا تعلى؟ الامونيا توصل على البرين تعمل انهبيشن على الجلوكوز ميتابوليزم، بتنهبت الكريبس سايكل، الكريبس سايكل دي كانت دي الحاجه بتاعت الجلوكوز ميتابوليزم، دي اللي بتطلع الاي تي بي، اصل البرين ما بيشتغلش الا بالجلوكوز، لازم جلوكوز عشان يشتغل، الانرجي بتاعته عن طريق الجلوكوز، فلازم يعمل جلوكوز ميتابوليزم، عمليه الايض بتاع الجلوكوز دي اسمها الكريبس سايكل، دي بتعمل انهبيشن للامونيا، تمام؟ كمان الامونيا بتحول حاجه اسمها ايه؟ بتحول حاجه اسمها الجلوتاميك اسيد، الامونيا بتحول لجلوتاميك اسيد، بتحول الجلوتاميك اسيد للجلوتاثيون، الجلوتاثيون انهبيتور ايفكت على مين؟ دايركت انهبيتور، دايركت انهبيشن على البرين، تمام؟ دايركت انهبيشن على البرين، ماشي؟ طيب في حاجه اسمها البنزو دايزابين لايك سبستنس، البنزو دايزابين لايك سبستنس دي من ضمن الحاجات بتاعت التخدير،
تمام. قال لك بتعمل ايه؟ بتعمل فاسيليتيت الاكتيفيشن بتاع الجابا تشانل. في كيميكال ترانسميتر، الكيميكال ترانسميتر بتاع اللغه بتاعت المخ عباره عن كيميكال ترانسميتر، يا اما اكزيتاتوري يا اما انهبيتوري. الاكزيتاتوري زي مين؟ زي الدوبامين والابنفرين والنورفرين والحاجات دي. في عندنا انهبيتوري اللي هو الجابا او الجاما امينو بيتريك اسيد، بيشتغل عن طريق تو تشانل، الجابا اي والجابا بي، تمام. في عندنا تشانلز كده بتشتغل على الكلورايد، والتشانل بتشتغل على البوتاسيوم، مش مهم، المهم ان الجابا تشانل اللي موجود في البرين بتشتغل على الكلورايد تشانل، تمام. قال لك بقى البنزولازمين بيشتغل على الجابا تشانل اللي موجوده في البرين، ويزود الكلورايد، بيزود الكلورايد، فبيعمل حاجه اسمها الهايبر بولاريزيشن، فبيعمل انتبيشن على مستوى البرين، تمام. حاجه اسمها الامين، الامين دي يعني ايه؟ يعني حاجه اسمها الميركبتان. الميركبتان ده ده كان من المفترض ان هو يتكسر الليفر، تمام. دلوقتي الليفر بايظ مش عارف يكسر الميركبتان، فالميركبتان يزيد، الميركبتان يعمل دايركت افكت على البرين، دايركت افكت على البرين، بيساعد في دخول الامونيا للبرين، تمام. يبقى الميركبتان نفسه اتسلف بيعمل انهبيشن على البرين، وكمان بيساعد في دخول الامونيا، والامونيا كانت بتعمل انهبيشن على جلوكوز ميتابوليزم، ماشي. الهايبوكاليمي، هل البوتاسيوم بيأثر؟ اه، البوتاسيوم ده المفروض لو عندي خليه، اي خليه زي من خلايا الجسم، ولكن البرين هنا البوتاسيوم، البوتاسيوم موجود جوه الخليه، تمام، موجود جوه الخليه اكتر. فلما يحصل هايبوكاليميا يعني الدم فيه بوتاسيوم قليل، ايه اللي يحصل؟ اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت البوتاسيوم يخرج بره. لما البوتاسيوم يخرج بره لازم يدخل حاجه بداله، ايه اللي بيدخل بداله؟ الامونيوم، تمام. يعني البوتاسيوم يخرج عشان يعادل الايفكت ده، حصل هايبوكاليميا، البوتاسيوم قل في الدم، فالبوتاسيوم جوه كتير جوه الخليه، اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت يخرج بره الخلايا، لازم يخش بداله حاجه ثانيه. ايه اللي هيدخل بداله؟ الامونيوم. الامونيوم تعمل ايفكت بتنهي الجلوكوز ميتابوليزم، كذلك الهايبوكاليميا هتقلل الجلوكوز انتراسيلولر. الجلوكوز عشان يخش جوه الخليه لازم ياخد معاه المساعد بتاعه البوتاسيوم. لو انا عندي خليه مثلا عايزه جلوكوز زي خليه البريد، الجلوكوز عشان يخش جوه لازم ياخد معاه، لازم ياخد معاه مين؟ ياخد معاه بوتاسيوم. بوتاسيوم قليل هنا هايبوكاليميا، هنا هايبو ايه؟ كاليميا. فبالتالي البوتاسيوم مش عارف يدخل، واحنا قلنا قصدي الجلوكوز مش عارف يدخل، واحنا قلنا البرين بيعتمد اعتماد اساسي على مين؟ على الجلوكوز. طب ايه اللي يعمل هايبوكاليميا؟ لو دايورسيس، بياخد دايورسيس سبيشالي الثيازيد واللي اسمها اللاسكس اللي هي اللوب دايورتيك، دي بتعمل هايبوكاليميا، ماشي. البارازينتيزز لو ايه؟ بينزل اسمه ايه؟ بيسحب شويه ميه كده، زي مثلا عنده بلوك فيوشن، عنده اساسيتس بيسحبهم، او فومتنج، الفومتنج ده ايه؟ بيعمل هايبوكاليميا، ماشي. في حاجه اسمها الامينو اسيد ديستربنس، في عندنا نوعين من الامينو اسيد، برانش تشين امينو اسيد والاروماتيك امينو اسيد، تمام. قال لك دلوقتي الليفر مش عارف يتعامل مع الجلوكوز، في نقص في الجلوكوز، في نقص في الجلوكوز في الجسم، فالجسم عايز يصنع جلوكوز، فيعمل حاجه اسمها الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس، الجلوكونيوجينيسيس يعني بيصنع جلوكوز من حاجات ثانيه غير الكربوهيدرات، بياخد الامينو اسيد وياخد الفات ويصنع منهم جلوكوز. فمن ضمن الامينو اسيد اللي بياخدها البرانش اللي بيشيل امينو اسيد، بيحب البرانش اللي بيشيل امينو اسيد ياخدها ويصنع منها جلوكوز، فيعمل جلوكونيوجينيسيس. طب ايه المشكله؟ اصل البرانش اللي بيشيل امينو اسيد كانت بتصنع اكزيتاتوري كيميكال ترانسميتر، هم مين اكزيتاتوري كيميكال ترانسميتر؟ اللي هم الادرينالين والدوبامين. فلما تقل البرانش اللي بيشيل امينو اسيد هيقل الاكزيتاتوري كيميكال ترانسميتر، هم الدوبامين والابينفرين، ماشي. طيب وكمان الارومات الامينو اسيد هتزيد في ريشيو، في معادله كده البرانش تشين امينو اسيد على الارومات الامينو اسيد، بسط المقام دلوقتي اللي اسمها ايه اللي بيحصل؟ البرانش تشين بيقل والارومات بتزيد، الارومات بتزيد، الارومات دي بتعمل فولس كيميكال ترانسميتر، وبتعمل انهبيتور كيميكال ترانسميتر، يعني بتصنع كيميكال ترانسميتر بتبقى انهبيتوري وبتبقى فولس كيميكال ترانسميتر، زي مين؟ زي الاوكتالامين والتيرامين، تمام كده. يبقى ثاني الجسم خد، الجسم خد البرانش تشين امينو اسيد وصنع منها جلوكوز، فبالتالي بدا مستواها يقل، كذلك الارومات الامينو اسيد بدات تزيد، الريشيو بدات تزيد، تمام. فبتصنع فولس كيميكال ترانسميتر وبتصنع مين اسمها ايه؟ الفولس كيميكال ترانسميتر وانهبيتوري كيميكال ترانسميتر. طب الالكالوزس، الالكالوزس يعمل ايه؟ الالكالوزس يعمل هايبوكاليمي، اولا يعمل هايبوكاليمي، الهايبوكاليمي احنا قلنا بتعمل ايه؟ بتعمل بتقلل الجلوكوز شيفت انتراسيلر، وكمان لما البوتاسيوم يخرج هيخش بداله امونيا، تمام؟ بتعمل انهبيشن على الجلوكوز ميتابوليزم. كذلك حاجه كمان الالكالوزس ده معناه ايه؟ يعني الهيدروجين قليل، الهيدرو معناه معنى الكالوزس يعني بي اتش عالي، يعني يعني الهيدروجين قليل، تمام. الهيدروجين لما يبقى يقل، لما يبقى قليل، لما يبقى قليل في الدم الهيدروجين، تمام. الهيدروجين جوه الخليه كتير، ايه اللي يحصل؟ الهيدروجين يخرج بره، لما يخرج بره يدخل بداله حاجه، مين اللي يدخل بداله؟ الامونيا. الهيدروجين هو ايه؟ ايون هيدروجين موجب، يخرج بره يدخل بداله حاجه ثانيه موجب بداله، هو مين؟ الامونيا. لما تزيد الامونيا انترا سيلر تعمل انهبيشن على الجلوكوز ميتابوليزم، تمام؟ ماشي. كمان في حاجه الالكالوزس بيزود البرميابيلتي اوف بلاد برين بارير تو توكسن، تمام. يعني كمان يعني ولا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا، يعني في معنى، يعني ايه في معنى؟ يعني ان الالكالوزس لما بيحصل الالكالوزس بيحصل ايه؟ بلاد برين بارير بيزيد البرميابيلتي بتاعته تو توكسنز، تمام. في حاجه كمان، لو جيت قلت بقى البريسيبيتيتي فاكتور، ايه الحاجات اللي تزود هيباتيك انفلوكس؟ ايه الحاجات اللي تزود هيباتيك انفلوكس؟
لو الواحد بياخد بروتين كتير، ما هو بروتين كتير هيكسر الامونيا، والامونيا الليفر مش هتتعامل معاها، مش هيحولها لوريا، فالامونيا هتزيد فتعمل افكت على البرين. الانفكشن زي حاجه اسمها السبونتينس بكتيريا بيرتونايتس هنقولها كمان شويه. الماس ترانسفيجن اولد ستور ذا بلاد، فبياخد ايه بين الدم كتير بالذات لو اولد بلاد. الجي اي تي هيموريج، اسلك البلاد فيه بروتين، البلاد فيه بروتين لما ينزف هيقلل هيزود البروتين، تمام؟ قصدي لما ياخد لما يقل الدم هيزود ايه البروتين. كمان الجي اي تي هيموريج هيفقد ايه؟ هيفقد هيقلل بالفلو، يعمل هايبوفوليميك شوك، هيقلل بالفلو، هيعمل حاجه ثانيه جدا في على مستوى الكيدني هنقولها كمان شويه. طب التروما والسيرجري، لو بياخد دايوريسيس، دايوريسيس يعمل هايبوكاليميا، الباراسيمتيزس تعمل هايبوكاليميا والكلوزس، الفومتنج والدايريا تعمل هايبوكاليميا والكلوزس، والسيرك والهيبنوتكس زي السيرك والهيبنوتكس زي البنزودايزولين كان بيفاسيليتيت الجهاد اكشن، تمام؟ لو جيت قلت الكلينيكال بيكشر بنقسمها لحاجتين بري كوما وكوما، يعني قبل ما يغمى عليه وبعد ما يغمى عليه، تمام كده؟ بري كوما الاي الاي سي دي الاي سي دي الاي استريكسز اسمها الفلابي تريمور، الفلابي تريمور اخليه يمد ايده بالشكل ده كده، هلاقي ايده بترقص، ايده رايحه جايه، ايده رايحه جايه، رايحه جايه، دي علامه اند اورجن فيلير، علامه ايه؟ اند اورجن فيلير، ممكن تكون ريسبيراتوري فيلير، ليفر فيلير، اسمها رينال فيلير، هارت فيلير، هنعرفها كمان شويه. او امنيزيا، امنيزيا تو فاين بليس اند بيرسون، كان في كومنت كده في النيورو قال لك ايه ذا بيشنت از اورينتد تو فاين بليس اند بيرسون، يعني لما اساله مثلا النهارده ايه يعرف انت موجود فين؟ موجود في مستشفى، انت تعرف ده مين مثلا؟ يبقى ابن واقف جنبه مثلا، تعرف ده مين؟ ده ابني، ده ابويا، ده مش عارف ده مراتي كده، يبقى ايه عنده يعرف يفرق بين التايم اوف بليس بيرسون. الشخص ده ما يعرفش يقول هو فين، ما يعرفش يقول الساعه كام ولا النهارده ايه، ما يعرفش اللي حواليه دول مين، تمام؟ ابدا، يعني ايه تحس ان هو متنح كده. تشايلدش اكسبكتيشن، يعني ايه تشايلدش اكسبكتيشن؟ يعني بيتقمص بسرعه، بيتقمص بسرعه اي حاجه تزعله، شبه الطفل بينقمص بسرعه، ماشي؟ كونستراكشن ابراكسيا، كونستراكشن ابراكسيا موجوده في النيورو، هناخدها بعدين. طب الرايت هاند نمبر، الرايت هاند نمبر كونديشن تيست، لو انا جبت ارقام متلخبطه، جبت له ارقام متلخبطه 1 5 700 9 مش عارف كده، ارقام كتير جنب بعض كده، وقلت له رتب لي الارقام دي، مش هيعرف يرتبها، تمام؟ بنسميها الرايت هاند نمبر كونديشن تيست. امبيرمنت للرايت نمبر كونديشن تيست. طب ديستربنس سليبنج باترن، المفروض احنا بننام بالليل ونصحى بالنهار، قال لك السليبنج ريزم ده بيتعكس، هتلاقيه بينام متقطع او بينام بالنهار ويصحى بالليل، تمام؟ ديستربنس سبيتش هلاقيه بيتهته، تمام؟ مونوتونس سبيتش او سلورد سبيتش، تمام؟ طيب الكوما، قال لك ممكن بعد كده يخش الكوما، بتبقى ديب كوما باي لاترال اكسنس اوف بلانتر ريفلكس، تمام؟ وهايبر ريفلكس وهايبر فنتليشن. قسموا الكوما دي لجريد، جريد 1 2 3 4. جريد 1 بتبقى بور كونكشن، بور كونسنتريشن، سلير سبيتش بيتهته، تمام؟ ديبريست او ديس اوردر في السليب جدا، بينام بالنهار ويصحى بالليل. جريد 2 دراوزي اجريسيف، عدواني شويه. طيب جريد 3 سليبي، تحس انه كسلان كده، بس لو كلمته او كده او اديت عملته بينتو ستيميليشن يبدا يستجيب. طيب جريد 4 مش بيستجيب اي حاجه خالص، تمام؟ ممكن كمان معاها سريبلر افكشن واكسترا بيراميد افكشن، تمام؟ طب لو جيت قلت ايه اسباب اليوني لاترال استريكسس؟ استريكسس ده اللي هو فلابي تريمور، من المفترض ان هو يحصل على ناحيتين، فرضا ان هو حصل على ناحيه واحده بس يوني لاترال، ده معناها مشكله في البرين، مشكله في الميد برين او مشكله في الانترنال كابسول. طب اسباب الباي لاترال استريكسس، يعني فلابي تريمور باي لاترال، احنا قلنا اند اورجن فيلير على مستوى الهيباتيك رينال كارديك اسبيراتوري. ممكن تكون مشكله في الميتابوليزم، هايبر كاليميا، هايبو جلايسيميا، هايبو ماجنيسيميا، الحاجات اي الكترولايت لما بتقل ممكن تعمل استريكسس، تمام؟ الدراجز، واحد بياخد الكحول او فينيتوين او بابيتيريد او الويلسون ديزيز، ماشي؟ كل ده بيعمل بايلاترال استريكسس. لو جيت قلت ايه الانفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن بتاع عيان، الانفستيجيشن بتاع عيان هيباتيك فيلر، الانفستيجيشن انا بعمل حاجه اسمها اللاب، بعمل لاب عشان اطلع على الامونيا، بشوف مستوى الامونيا، اصل الامونيا هي اللي عامله الازمه دي كلها، بشوف مستوى الامونيا، بشوف مستوى الجلوكوز، ماشي؟ عشان اي سكرود هايبوجلايسيميا. الاي سي جي، الاي اي جي، اي اي جي يعني الكترو انكيفالوجرام، الاي اي جي الكترو انكيفالوجرام، هلاقي حاجه اسمها كوالفيزيك ويف، الالفا ويف والدلتا ويف. طيب السي تي برين، عشان ممكن تكون اصلا انا مش عرفت ان الشخص ده عنده هيباتيك كوما، انا مش عرفني، هو جالس اول مره اشوفه، ما اعرفش ان هو عنده ايه هيباتيك فيلير يعني، تمام؟ فانا ممكن يكون سبب الكوما هنا سب ديور هيماتوما، فبعمل بعمل سي تي برين، سي تي برين عشان اكسكلود السب ديور هيماتوما. طب التريتمنت، عالج البريسبيتيتنج فاكتور وكوريكت البريسبيتيتنج فاكتور، خليه ما ياكلش بروتين كتير، لو كان بروتين كتير هيدخل ايه؟ هيزود امونيا، فبالتالي بياخد حاجه بسيطه خالص، حته اللحمه اللي بياكلها قد علبه التمرين، تمام؟ عشان اقلل مين، وكمان بياكل كربوهيدرات كتير. طب ليه؟ احنا قلنا دلوقتي
ان هو ممكن يلجا للجلوكونيوجينيسيس او يعمل ايه؟ اخليه انا بقى ازود الكربوهيدرات، ازود الكربوهيدرات اخليه يعتمد اعتماد اساسي في الطاقه بتاعته على الكربوهيدرات ويسيب ايه؟ ويسيب البروتين. ليه؟ اصل هو لو اعتمد على البروتين في الانرجي هيكسر البروتين، لما يكسر البروتين بيطلع فيها امونيا، بيطلع منها امونيا فيزيد الامونيا بتعمل انتبيشن على البرين. تمام؟ انا عايز اعتمد اعتماد اساسي على حاجات غير البروتين. تمام؟ افويد الفيروس والباراسينتيز عشان تعمل هايبركاليميا، اديله فريش بلاد عشان ما يكونش فيه اولد بلاد فيه بروتين كتير، كوريكت هايبركاليميا وكوريكت الكالوزس. تمام؟ طيب اديله بوتاسيوم، يعني اديله مثلا حاجات ايه تعالج الكالوزس، مفيش انفكشن عليها. كير الكوماتوز، في كوماتوز ديليشن، كير للسكين، كير للفيلينج، كير للبلدر، اديله حتى كاتيتر مثلا، ريسبيريشن، اشوف مثلا لو عايز مكان فنتليشن او اوكسجين ماسك. تمام؟ في حاجات بقى، في حاجات هتضرب البكتيريا، البكتيريا هي كانت بتشتغل على بروتين وتطلع امونيا، البكتيريا في الجي اي بي كانت بتشتغل على بروتين وتطلع امونيا، والبكتيريا كمان بتطلع توكسنز، والتوكسن الليفر مش قادر يتعامل معاها، فممكن التوكسن دي بتنتشر في الجسم. تمام؟ طيب انا عايز حاجات تضرب البكتيريا، وكمان الامونيا نفسها حاجات تضرب الامونيا، اصل الازمه كلها في الامونيا، انا عايز حاجات تضرب الامونيا، وحاجات بتضرب الميكانيزم. يعني ايه تضرب الميكانيزم؟ الامونيا دي مش كانت بتعمل ايه؟ احنا قلنا ميكانيزم بتقلل البرانش الامينو اسيد، هتلاقي مثلا الفورمز اللي اسمها البنزورايزيدين والحاجات دي، يعني حاجات خاصه بالميكانيزم نفسه، يعني انا مش قادر امنع الامونيا ولا قادر اقتل البكتيريا، انا بهضرب الميكانيزم نفسه. تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي بتضرب البكتيريا؟ يا اما تكون انتي بايوتيك، يا اما تكون انتي بايوتيك، انتي بايوتيك يبقى مضاد حيوي، يا اما انما. الانما دي حقنه شرجيه، انا بشفط البكتيريا بكل الحاجات بتاعتي. تمام؟ الامونيا ايه اللي يضرب الامونيا؟ يا اما حاجه اسمها اللاكتوباسيلس، اللاكتوباسيلس. تمام؟ يا اما لاكتيولوز، اللاكتيولوز. تمام؟ يا اما الحاجه اسمها الهيبا ميرز، الهيبا ميرز. ماشي؟ يا اما عندنا حاجه اسمها ايه؟ الارجينز، الارجينين سوربيتول، الارجينين سوربيتول. ماشي؟ طب حاجه تضرب الميكانيزم، حاجه اسمها الفلومازينين، الفلومازينين. يا اما اللي اسمها اديله برانش للشين امينو اسيد، كان مشكله عنده برانش للشين قليله، انا اديله برانش للشين امينو اسيد. تمام؟ او اديله حاجات دوبامين اجونست زي برونوكريبتين. تمام؟ البرونوكريبتين دوبامين اجونست، مش الدوبامين كان اكزايتاتو كيميكال ترانسميتر، ولما قللت برانش للشين امينو اسيد هقلل الدوبامين، فهقلل مين؟ فهقلل برانش للشين امينو اسيد. تمام؟ انا بديله الدوبامين اجونست يشتغل شبه الدوبامين. تمام؟ اول حاجه انا هضرب البكتيريا، هضربها ازاي؟ عن طريق الامينو اسيد، عن طريق الانما. تمام؟ الامينو اسيد مين الامينو اسيد؟ النيومايسين، النيومايسين. بديله حوالي 1 جرام لمده 4 ساعات عشان ايه؟ اقلل البكتيريا، اضرب البكتيريا، اضرب مين؟ البكتيريا. بس خلي بالك ان النيومايسين ده كان بيعمل رينا توكسيستي واوتو توكسيستي. ممكن استخدم كمان معاه الاورال ميتروميدازول، او ممكن اعمل انما. الانما دي حقنه شرجيه عشان بشفط البروتين، بشفط مين؟ بشفط البكتيريا عشان ما تعملش ايه؟ ما تشتغلش على البروتين وما تطلعش امونيا. حاجه اسمها التريند بيلد بوزيشن بيقعدوه بالشكل ده كده، ده بيسهل من نزول الفلويد، وبيسهل من نزول الجوتي كونتنت، بيسهل من الاكيويشن يعني. تمام؟ اسمه التريند بيلد بوزيشن. تمام؟ ممكن استخدم معاه كمان النيومايسين والكتيلوز عشان اضمن ان انا ضربت البكتيريا وضربت الامونيا. طيب ممكن حاجات بتضرب الامونيا نفسها، ايه الحاجات اللي ممكن تضرب الامونيا نفسها؟ عندنا اللاكتيلوز، اللاكتيلوز ده عباره عن ايه؟ انا بديله سنسيتيف لاسكارايد، بديله لاكتيلوز، اللاكتيلوز ده بيتكسر للاكتيك اسيد ولاكتوز، يبقى اللاكتيلوز هيتكسر للاكتيك اسيد ولا لاكتوز. اللاكتوز ده بيعمل ايه؟ ده بيشفط ميه، يشفط ميه حواليه ويعمل اوزموتيك دايريا. تمام؟ يروح على ايه؟ العيان يبدا يسخن، ينزل الجي اي تي كونتنت، فما لحقش البروتين ما يحصلهاش ابزوربشن، ولا الامونيا يحصلها ابزوربشن، ولا البكتيريا كمان تشتغل على تلحق توصل للليفر، فكل حاجه بتنزل، محتاج دلوقتي كلها بتنزل. تمام؟ طب اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده بيعمل انهبيشن للجروث البكتيريا، بينهبت الجروث البكتيريا وبينهبت البنكرياتيك انزايم. تمام؟ بيعمل ايه؟ لما ينهبت البنكرياتيك انزايم الاكل يفضل في جلوتين، لما الاكل يفضل في جلوتين يلم الميه حواليه فيعمل دايريه، فينزل الجلوتين كونتنت كلها تنزل في الاستول. تمام؟ من ضمن جيوتي كونتنت الامونيا والبكتيريا، يبقى انا كده اتخلصت من الامونيا وخلصت من البكتيريا. كمان اللاكتيك اسيد بيمسك الامونيا، بيمسك ال ام اتش 3 ويحولها لامونيوم، الامونيوم اللي هو ام اتش 4، الامونيوم ماده غير ضاره. تمام؟ هتنزل في ايه؟ هتنزل في جيوتي، هتنزل في الدايريه. ماشي؟ او ممكن كمان حاجه اسمها اللاكتوباسيلس، حاجه اسمها اللاكتوباسيلس او بكتيريال كولرانيزيشن. تمام؟ بس ما عادش بيستخدمها. او ممكن اعمل كمان حاجه اسمها الهيبا ميرس، الهيبا ميرس ده اللي ارنثين اللي اسبرتيت،
ده بيقلل الامونيا، بيقلل الامونيا تمام، ان هو بيحرق وبيحول الامونيا ليوريا، بيحول الامونيا ليوريا، بيعمل شبه الجي ار تي يعني، بيعمل شبه الليفر تمام، بيحول الامونيا ليوريا تمام. الهرز ده بيحول الامونيا ليوريا. طيب حاجه ثانيه، الارجينين سوليدول، الارجينين بيسهل تصنيع اليوريا من الامونيا، فبالتالي هيقلل الامونيا. السوربيدول ده بيكسر لي الفركتوز، فده بيعمل سبورت للليفر. في حاجات بقى بتضرب الميكانيزم، احنا قلنا من ضمن الميكانيزم بتاعنا، من ضمن الميكانيزم بتاعنا البنزولازيبين لايك سبستنس اللي بتعمل فاسيليتيشن للجابا شانل. في حاجه اسمها الفلومازينيد اللي ده الانتي دوت بتاع البنزولازيبين، انا هعاكس الاكشن بتاع البنزولازيبين. ده كان تشابه بالصدفه كده، ان في عيان كان مغمى عليه تمام، عيان ناكيلاتك وكده او عيان في عمليه، خد اناستيتك، فادوا له فلومازينيد لقوه بيستجيب، فبداوا يدوه للبيشنت اللي هم هيبات فيجر، فلقوهم بيستجيبوا للفلومازينيد، بس مشكلته ان هو بيقعد ساعتين والافكت بتاعه بيروح تمام، يعني شورت اكت ماشي ماشي. طب في حاجه كمان ممكن اعمل له ارتفيشال ليفر سبورت عن طريق التشاركول هيموداياليسيس، كنا كنا زمان في التوكسو يعملوا ايه، التشاركول هيموداياليسيس بينظف، يعني هو بدل الليفر مش عارف ينظف توكسن، انا هديله فحم منشط اللي هو الشاركول ده عشان ايه، ينظف التوكسن دي، او اديله ترانسبلانتيشن دائري طبعا ايه، هو ده التريتمنت اوف تشويس. طيب او ممكن اديله، كان في مشكله عنده في البرانش الشين امينو اسيد القليله، انا هديله برانش الشين امينو اسيد من بره تمام. طيب او كان برانش الشين امينو اسيد كان دين بتطلع الدوبه، الدوبامين ده، الدوبامين ده هو ده كان اكسكيوتيف كيميكال ترانسميتر، بيحسن من النيورو ترانسميشن، فانا هديله حاجات تشتغل على الدوبامين ريسبتور زي الدوبا اللي هو ايه البرونكربتين، ده دوبامين اجونست، هيحسن من النيورو ترانسميشن تمام.